السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا المرة الماضية لعند كونسبت 6-3 اللي يقول إنه اليوكاريوتيك سيلز genetic instruction are housed in the nucleus and carried out by the ribosome. تكلمنا إنه المادة الوراثية موجودة داخل النواة، وأن النواة تحوي على معظم الـ DNA. معظم الـ DNA أي أن هناك DNA موجود خارج النواة. وين موجود خارج النواة؟ موجود داخل الميتوكوندريا كمية قليلة من الـ DNA. ينقل طبعا الـ DNA أو المعلومة الوراثية من الـ DNA إلى الرايبوزوم، والرايبوزوم use the information، بيستخدم المعلومة اللي جاءت من الـ DNA من أجل صناعة البروتين. النواة، النواة هي مركز المعلومات الوراثية أو مركز المعلومات. إذا النواة تحوي على معظم most of cells genes، معظم الجينات موجودة داخل النواة. والنواة تعتبر الأورجانيل الغريب المميز المبهم، علشان هيك لما كانوا العلماء يدرسوا مكونات الخلية أول ما شافوا النواة كيف الغلاف تبعها، فمباشرة قالوا إنه هون في إشي مهم موجود، لأنه غلافها بيختلف عن كل الأغشية اللي موجودة داخل الخلية، ولذلك بنسميه غلاف وليس غشاء، بنسميه نيوكليار انفلوب، يعني غلاف الخلية. بينما الميتوكوندريا مثلا بنقول ميمبرين، غشاء. شو بيختلف الغشاء عن الغلاف؟ الغلاف عبارة عن غشائين فوق بعض، يعني كيف الدار اللي عليها صورين، صور داخلي صور خارجي، هيك النواة. ولذلك النواة إشي كتير مميز، فلما شافوها العلماء قالوا إنه لا شك إنها تحوي على إشي كتير مهم. إذا بنسميه نيوكليار انفلوب الذي يحيط بالنواة ومكونات النواة، encloses the nucleus، محوط النواة، ويفصل النواة عن باقي السيتوبلازم، يعني السائل والمكونات اللي موجودة داخل الخلية. النيوكليار انفلوب زي ما ذكرت الآن هو عبارة عن دبل ميمبرين، اثنين ميمبرين فوق بعض، وكل ميمبرين زي ما بتعرفوا انه الميمبرين هو عبارة عن اصلا طبقتين. الميمبرين عبارة عن فوسفوليبيد باي لير، الميمبرين الواحد طبقتين، وغلاف الخلية عبارة عن تو ميمبرينز، يعني غلاف الخلية عبارة عن اربع طبقات، انه الميمبرين الواحد فوسفوليبيد باي لير، والانفلوب تو ميمبرينز دبل ميمبرينز. اذا هو محصن، اذا النواه محصنه بطريقه مختلفه عن باقي مكونات الخليه. هاي الخليه زي ما شايفين عندكم، هاي النواه طلع هون في عندك اوتر ميمبرين، لو تلاحظ هون عندك inner membrane، شايفين كأنهم مكشرين لنا إياها علشان نشوف الممبرين الداخلي والممبرين الخارجي. طبعا النواة زي ما شايفين تحوي على فتحات بنسميهن pores، pore يعني فتحات، هاي شكل البور، وتحوي على نقاط صغيرة، هاي رايبوزومات، هاي نقط
هاي الحبيبات الصغيرة هاي رايبوزومات تصنع البروتين رايبوزوم، وتحوي النواة أيضا على نوية، هاي بنسميها نوية نيوكليولاس، نيوكليوس نواة، نيوكليولاس نوية. وتحوي أيضا النواة على نيوكليار لامينا شبكي، يعني الممبرين كيف إحنا السقف بيكون عندنا حاطين فيه شبكة حديد، النواة الانفلوب تبعها في شبكة حديد، بس مش حديد، هذا عبارة عن بروتين. هاي الشبكة بنسميها نيوكليار لامينا، نيوكليار لامينا تحوي النواة على إيه؟ على المادة الوراثية، هاي الدي ان ايه اللي هو الأزرق ملتف حوالين هاي الحبيبات الصغيرة، هاي الحبيبات عبارة عن بروتين، الدي ان ايه الكروموسومات جينات ملفوف حوالين بروتين، إذا كروموسوم زائد بروتين بنسميه كروماتين، هذا موجود كلياته داخل النواة، 23 زوج من الكروموسوم عند الإنسان، هاي تكبير طبعا للصور. البورز موجودات على شكل بور كومبلكس اللي هن الفتحات، شو وظيفتهن الفتحات؟ دي ريجوليت ينظموا دخول وخروج المكونات من النواة، مادة بدها تدخل بتفوت من البورز، مادة بدها تطلع بتطلع من البورز. النيوكليار size of the envelope is lined with nuclear lamina، قلنا شو النيوكليوس فيها زي شبكة حديد، وهي شبكة الحديد هي عبارة عن بروتين، شو بنسميها؟ بنسميها نيوكليار لامينا، إذا النيوكليار لامينا composed of proteins، شو وظيفتها؟ شو وظيفة الحديد اللي منحطه بالصبي؟ إنه يحافظ على الصبي، والنيوكليار لامينا وظيفتها تحافظ على الستركتشر تبع النواة، على شكل النواة، يعني لو ما فيش عندنا هذا البروتين اللي عامل زي شبكة حديد تنتج النواة وبتطبق على بعضها. هلا داخل النواة موجود الـ DNA، هل الـ DNA بيكون داخل النواة مبعثر؟ لا، وإنما بيكون مرتب على زي رفوف، نعتبرهن كأنها رفوف، كيف واحد عنده مكتبة وحاطط هالكتب على الرفوف، بيكون الـ DNA مرتب على رفوف، هيك اعتبرهن، هن مش رفوف لكن اعتبرهن زي رفوف، هذول الرفوف بنسميهن كروموسومز. الدي ان اي بيكون مرتب على شكل كروموسومز، كيف الكتاب مثلا بيكون عبارة مرتب، الكتب بتكون مرتبة، بتقول هذا الكتاب عبارة عن 23 وحدة، كل وحدة فيها معلومة معينة أو معلومات معينة، هيك احنا الدي ان اي تبعنا مرتب على شكل 23 زوج من الكروموسومات، كل زوج من الكروموسومات يحوي على معلومات معينة، وهذول الكروموسومات بيكون ملتفات حوالين، يعني هاي المادة الوراثية اللي هي الدي ان اي بيكون ملفوفات على بروتينات، يعني هن الرفوف، هذول الرفوف اعتبر انه الرف هو عبارة عن بروتين، فبيكون الدي ان اي ملفوف حوالين الرف، هذا الرف بروتين. هلا الكروموسوم مع البروتين، يعني الدي ان اي مع البروتين بنسميه كروماتين، بنسميه شو؟ بنسميه كروماتين. اذا الدي ان اي مولكيول، يعني الكروموسوم زائد البروتين بتكون كروموس، كرومو من كروموسوم، وتين من البروتين، كروماتين. الكروماتين هذا يتضاعف، يعني الكروموسومات تتضاعف قبل انقسام الخلية، ليش تتضاعف؟ لأنه لما بدها تنقسم الخلية إلى خليتين، كل خلية بدها تأخذ نفس العدد من الكروموسومات، فالكروموسومات شو لازم يصير فيها؟ لازم الكروموسومات تتضاعف، يعني أنت عندك 23 زوج من الكروموسومات بالخلية، هاي الخلية بدها تنقسم، كل خلية بدها تأخذ 23 زوج، طب منين بدك تجيب 23 زوج؟ ما أنت ما عندك إلا 23 زوج،
إذن الحل بيكون من خلال إنه 23 زوج يتضاعفن، يصيرن 46 زوج. فلما تنقسم الخلية إلى خليتين، كل خلية بتأخذ 23 زوج، تمام؟ أيضا تحوي النواة على نوية نيوكليولس. طب شو وظيفتها هاي النيوكليولس اللي موجودة داخل النواة؟ أحكي لك، هي المكان المسؤول عن صناعة الRRNA اللي هو الرايبوزومال RNA synthesis. خلصنا من النواة، نيجي على الرايبوزوم. شو هو الرايبوزوم؟ هو مصنع البروتين، مصنع البروتينات. من شو مصنوع الرايبوزوم؟ أول إشي هو مصنوع من كومبلكس، يعني مكون من RRNA، رايبوسومال RNA زائد بروتين. إذا سألنا بالامتحان مما يتكون الرايبوزوم؟ من كله RRNA، رايبوسومال RNA زائد بروتين. طيب ما هي وظيفة الرايبوسوم؟ من كله الرايبوسوم carry out protein synthesis، يقوم بصناعة البروتينات. طيب سألنا سؤال ثاني، بقولنا أين موجود الرايبوسوم؟ من كله موجود الرايبوسوم في مكانين في الخلية. المكان الأول بيكون يسبح في السيتوسول، يعني فري لحاله، بيكون ماشي بهالسيتوسول ويسبح داخل الخلية، فبسموه فري رايبوزوم أو unbound رايبوزوم، free ribosome in the cytosol. طب وين كمان ممكن يكون موجود؟ بقول لك هلا، شفنا قبل شوي موجود الرايبوزوم على الممبرين او على الانفلوب تبع النواة، وعلى الممبرين تبع الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الشبكة الاندوبلازمية. فهذا الرايبوزوم بنسميه bound رايبوزوم، إذا موجود على السطح الخارجي للإي آر الإندوبلازميك ريتيكولوم أو على الغلاف النووي، وهذا الرايبوزوم بنسميه باوند رايبوزوم. هذا شكل الرايبوزوم. زي ما شايفين الرايبوزوم مصنوع من قطعتين، قطعة كبيرة بسموها لارج سب يونت، وقطعة صغيرة بنسميها سمول سب يونت. هذا رايبوزوم فري، أيوه ماشي لحاله. وهذا الرايبوزوم لا، موجود وين؟ على الممبرين، موجود على الممبرين تبع الاي ار، موجود على سطح الخارجي للاي ار، تمام؟ إذن هذا الرايبوزوم سمول سب يونت ولارج سب يونت. مفهوم جديد 6.4 بتكلم عن اندو ممبرين سيستم، اندو ممبرين سيستم. شو هو الاندوميمبرين؟ اندوميمبرين يعني جميع الممبرين اللي موجود داخل الخلية، جميع الممبرين، يعني الغلاف تبع النواة نيوكليير انفلوب، الممبرين تبع الاندوبلازميك ريتيكولوم، الممبرين تبع أجسام جولجي، الممبرين تبع اللايزوزوم، الممبرين تبع الفاكيولز اللي هي بنسميهم الفاكيولز بالعربي زي الحويصلات، او يعني اعتبروها حويصلات. الممبرين موجود في البلازما ممبرين او الفجوات، الممبرين تبع الفجوات اللي هي الفاكيولز. إذن شو هي أو شو هو الإندو ميمبرين سيستم؟ الإندو ميمبرين سيستم هو جميع الميمبرين اللي موجود داخل الخلية، إندو ميمبرين سيستم. طيب شو وظيفته الإندو ميمبرين سيستم؟ بحكي لك وظيفته إنه ينظم ريجوليت لبروتين الترافيك، يعني انتقال لبروتينات الترافيك، يعني السير، نقول الترافيك عن حركة السير، ينظم حركة البروتينات، وله perform metabolic functions، وله وظائف أيضية، metabolism هدم وبناء تفاعلات
داخل الخلية. إذن هاي وظيفة الممبرين. هلا الممبرين داخل الخلية يا إما بيكون متواصل أو منفصل. شو يعني متواصل أو منفصل؟ يعني بتشوف مثلا الممبرين تبع النواة مرتبط في الممبرين تبع الشبكة الإندوبلازمية، مثلا طلعين هذا الممبرين تبع النواة أو الإنفلوب، وهاي الشبكة الإندوبلازمية. لاحظ أنه الممبرين متصل، يعني نفس الممبرين متصل مع بعضه، الممبرين هذا متصل مع الإنفلوب اللي هنا. فهذا الممبرين بيكون continuous يعني متصل. إذا ممكن يكون continuous ها وبينه زي فتحات، أو ممكن يكون منفصل عن بعضه وبتوصله من خلال فويصلات. يعني أنا بدي أوديه يعني ديليفري، زي نظام الديليفري، يعني هني كل واحد لحال له جداره الخاص فيه. فبدي أنقل مثلا شغلة من النواة للرايبوزوم مش متصل معاه، أو مثلا للجولجي مش متصل معاه، بحطهن بفيزيكل بحويصلة وببعثهن. ليش طيب ببعثهن من خلال الدليفري؟ يعني أنا مش متصل معه. هلا لو أنا وجارنا بيننا شباك، بدي أعطيه مثلا كاسة مية ولا بدي أعطيه صحن، بطبل عليه على الشباك وبناوله إياه. طب لو كان هذا الشخص يعيش في بيت مستقل، إذا بتصل على تبع الدليفري بقول له خذ ودي. إذا يا إما الممبرين بكون connected أو continuous متصل متواصل، أو بكون يتواصل مع بعض من خلال physical يعني حويصلات يعني delivery. هلا بنيجي عليهم الحويصلات بعد شوي. الشبكة الإندوبلازمية، الشبكة الإندوبلازمية اللي هي تعتبر أكبر ممبرين داخل الخلية. طلع قديش ملفلفي. أكبر ممبرين داخل الخلية للشبكة الإندوبلازمية هاي اللي باللون الأزرق. شو مالها الشبكة الإندوبلازمية؟ بحكي لك الممبرين تبعها أكثر من نصف طول الممبرين في الخلية كامل. يعني ممبرين الإي آر لو تجمع الممبرين تبع النواة وجولجي والرايبوزومات وكل الممبرين اللي داخل الخلية، بيجي النص طولهن نفرض 5 متر، والممبرين تبع الشبكة الإندوبلازمية بيطلع 5 متر. هلا الممبرين تبع الإي آر شفنا قبل شوي ممكن يكون continuous with the nuclear envelope زي ما شفنا هون، طلع بيكون متواصل ومرتبط مع الغشاء النووي أو الغلاف النووي. الغلاف النووي متواصل متصل معه، يعني ما بيكون منفصل. بيكون الـ ER membrane is continuous with the nuclear envelope. الممبرين تبع الـ ER في منه نوعين نطلع عليه هنا. مثلا طلع هذا الجزء، طلع ما عليهوش ولا شيء، فهذا بسموه ناعم smooth ER. هذا طلع ما عليهوش ولا شيء سموث اي ار. هذا عليه حبيبات، هاي الحبيبات هي رايبوزومز، فبسموه رف اي ار، يعني مرصع بالرايبوزومات، مرصع بالرايبوزومات. وهاي الفيزيكال اللي حكيت لكم عنها، انه مثلا انا بدي ابعث شيء من الاي ار لجولجي. طب جولجي وين؟ جولجي هين لنفرض. طب بدي اودي لها شيء، بحطه زي قارب صغير فيزيكل حويصلة بسموها، بحط الاشي اللي بدي اياه وببعثه وبروح على جولجي. اذا الممبرين الاي ار نوعين، نوع بيكون مالس ما عليهوش ولا اشي، ونوع بسموه رف اي ار لانه مرصع بالرايبوزومات. اذا سموث ما عندوش رايبوزومز، الرف عنده شو؟ رايبوزومز، مرصع استضد يعني مرصع بالرايبوزومات.
طب شو بيشتغل السموث وشو بيشتغل الرف؟ السموث اي ار وظائفه، احيانا بسأل بالامتحان شو وظائف الاس اي ار، بتقول له اول اشي يصنع الليبتس، اثنين بيعمل عمليات ميتابوليزم هدم وبناء لمين؟ للكربوهيدرات، ثلاثة ديتوكسيفاي دراجز اند بويزن يعني بزيل سمية الدواء والسموم، خذت حبة دواء، حبة دواء لها سمية، المادة اللي بتوكلها على حبة التفاح اللي رشينا فيها الشجرة لها سمية. طب أنو اللي نتسمم؟ طيب كل ما أخذنا إشي زي هيك بنتسمم؟ لا ما بنتسمم. طب ليه ما بنتسمم؟ لأنه إحنا منزيل السمية. أنو اللي بعمل إزالة للسمية؟ الار الاس اي ار ديتوكسيفاي دراجز اند بويزن. الوظيفة الأخيرة للسموث اي ار اللي هو ستورز كالسيوم ايونز، يخزن الكالسيوم. جينا على الار اي ار، الرف اي ار اي ار، اول شغله ليش رف ليش خشن؟ لانه مرصع بالريبوزومات، اذا has bound ribosome. طيب شو بيعمل معناته؟ معناته بصنع، معناته عليه ريبوزومات، معناته الريبوزومات بتصنع البروتين وبتحط عليها شوية كربوهيدرات، إذا بتصنع جلايكوبروتين. شو يعني جلايكوبروتين؟ يعني بروتينات مرتبطات بوندد تو كربوهيدرات. جلايكو جلايكو يعني زي جلوكوز، يعني كربوهيدرات. جلايكوبروتين جلايكوبروتين. إذا مين المسؤول عن تصنيع الجلايكوبروتين؟ إذا أجاك بالامتحان بتقول له RER. طيب شو كمان؟ كلك هي مسؤولة عن تصنيع الترانسبورت فيزيكل، هاي اللي شفناها قبل شوي، هاي شو اسمها؟ ترانسبورت فيزيكل، ترانسبورت فيزيكل الحويصلات النقل، هي والمسؤول عن صناعة حويصلات النقل. بدي ودي اشي من مكان لمكان، طوالي بعمل حويصلة، شايفين بقطعها من هين من الممبرين، بضم الممبرين من هين ومن هين بقطعها، تطلع ترانسبورت فيزيكل. انو المسؤول عن صناعة الترانسبورت فيزيكل؟ توزيعها، ترانسبورت فيزيكل الار اي ار، مسؤول عن توزيع البروتينات سيكريتوري بروتينز سراوندد باي ممبرينز، اللي هو شو هي الحويصلة؟ هاي عبارة عن بروتين تم تصنيعه من خلال الريبوسومات ومحاط في ممبرين. إذا شو هي الترانسبورت فيزيكل؟ هون يعني حاطط لك فاصلة، بعدين بشرح لك ما هي الترانسبورت فيزيكل اللي بصنعها الار اي ار. بتقول له هو عبارة عن بروتين تم إفرازه ومحاط هذا البروتين في ممبرين، وبدنا ننقله لمكان عمله. وظيفة رقم ثلاثة هو مصنع الممبرين بالخلية، الـ RER هي مصنع الممبرين، يعني أي حدا بده ممبرين نتصل تلفون على الـ RER من كلها اصنع لنا ممبرين. إذن هي مصنع الممبرين، هي مصنع الممبرين داخل الخلية. إذن هذا الفانكشن للار اي ار. اجسام جولجي شو وظيفتها؟ يقول لك النقل والاستقبال، مركز النقل والاستقبال. جولجي احيانا بيجي بالامتحان، ما هي جولجي؟ بتقوله هي عباره عن مكتب البريد، مكتب البريد، مكتب الشحن. بيكون عندكم في البلد مكتب شحن، بدك تودي شغل لواحد، بتروح على مكتب البريد مكتب الشحن، بتقول له بدي أودي هاي للمكان الفلاني، أو أجتك شغل من برا، وين بتروح تأخذها؟ بتروح تأخذها من مكتب البريد أو مكتب الشحن، بتصل عليك تلفون بتروح تأخذ الطرد اللي أجاك.
جولجي هي البوست اوفيس تبع الخلية. بوست اوفيس يعني مكتب البريد. إذن الجولجي عبارة عن إيش؟ عبارة عن زي أكياس، شكلها زي الكيس، ساكس فلاتند هيك، زي مفلطحة أو مسطحة، أكياس مسطحة، هاي شكلها يعني أحسن من الشرح، زي أكياس. كل كيس أو كل واحد من هذول الخنادق بنسميه سيسترني. سيسترني كل واحد من هذول الخنادق بنسميه سيسترني. هاي الجهة منه، هاي الجهة الأمامية بنسميها ترانس فيس، هاي الجهة الخلفية بنسميها سيس فيس، هاي الجهة الاستقبال receiving side، هاي shipping side. كيف مكتب البريد بقول لك بتيجي على المدخل بقول لك بدك ترسل ولا تستقبل، بتقول له لا معاي طرد بدي أرسله، بقول لك فوت من هذاك الباب، هذا اسمه sys face. طيب بدي أشحن إشي، بقول لك آه روح على الترانس فيس، هذا المكان اللي بتطلع منه البضاعة، هذا مكان الترانسبورت. إذن الأكياس هاي نسميها سيسترني، هذا الوجه ترانس فيس، هذا الوجه سيس فيس. طيب جولجي أباراتس شو وظيفتها؟ أجسام جولجي كلنا مكتب بريد. شو يعني مكتب بالبريد بيعمل لك؟ تيجي مثلا أنت بدك تودي تحفة مزهرية معينة، ساعة، تقول للبريد بدي أودي هالساعة، يقول لك لا ما بينفع هيك تودي الساعة، بدنا نغلف لك إياها ونظبط لك إياها ونحط لك إياها بفلين وكذا. طيب إذا modifies products of ER، هلا هاي أنو اللي صنعها؟ هاي هذا البروتين اللي بدك تنقله الـ ER، الريبوزوم اللي على الـ ER، على الـ ER. هلا لما تصنع الاشي بتوديه على جولجي. ليش بتوديه على جولجي؟ بقول لك عشان تضبطه وترطبه وتغلفه. ها تمام. اذا بتعمل له شويه موديفيكيشن، بتضبطه بتشيله من هون بترطبه من هون، اذا موديفايز ذا برودكت اوف اي ار. هاي اول وظيفه لجولجي. الوظيفه الثانيه لجولجي هي نفسها جولجي بتصنع بعض المركبات، انها manufacture certain molecules أو macromolecules. طيب شو كمان بتعمل جولجي؟ قلنا هي مكتب بريد. شو بتعمل يعني باكج؟ هلأ حكينا بتصفط لك إياه وبتغلف لك إياه، وبتعمل sorting. شو يعني sorting؟ يعني بتيجي بتفصل الأشياء عن بعض، هذول رايحات مثلا للقدس، هذول رايحات على عكا، هذول رايحات على يافا، هذول رايحات على حيفا، هذول ركذا. إذا شو بتعمل؟ بتعمل عملية sorting. sorting يعني فصل. قنوات التلفزيون لما بدك ترتبهم على A B C D مثلا، على الأحرف من كل sort يعني ترتيب. تمام. إذا هاي وظائف مين؟ هاي وظائف جولجي، وتذكر إنها هي عبارة عن البوست أوفيس. تمام. اللايزوزوم جزء جديد في الخلية، عضية جديدة لايزوزوم. طبعا كل إشي بالخلية له وظيفة، شفته الرايبوزوم صناعة البروتين، النواة مخزن المعلومات، الاي ار مصنع الممبرين، جولجي مكتب البريد، لايزوزوم معدة الخلية. لايزوزوم معدة الخلية، دايجستيف كومبارتمنتس يعني الجزء المسؤول عن عمليات الهضم والتكسير. لايزوزوم شو هو اللايزوزوم؟ برضو عبارة عن أورجانيل محاط في ممبرين، يحوي على إيه؟ يحوي على هيدروليتيك إنزيمز، يعني يحوي على الأنزيمات الهاضمة، يحوي على الأنزيمات الهاضمة. طب تهضم شو؟ تهضم ماكروموليكيولز، تهضم مركبات الكبيرة. هاي أول معلومة. معلومة الثانية إنه اللايزوزوم طبيعته حمضية،
والأنزيمات اللي فيه تشتغل في بيئة حمضية. إذا اللايزوزوم بيئته حمضية، البي اتش تبعته أسيدك، الأنزيمات اللي فيه بتشتغل في بيئة حمضية. النقطة الثالثة، الأنزيمات تبعت اللايزوزوم والممبرين تبع اللايزوزوم منين بتجين؟ انو اللي بصنعهن؟ اللي بصنعهن ال RER. وبعد ما يصنعهن ال RER شو قلنا؟ بروحن على جولجي. شو بتعمل فيهن جولجي؟ بتعملهن بروسيسنج، بترتبهن وبتظبطهن وبتهندسهن، وبعدين بتوديهن وين؟ على اللايزوزوم. إذن اللايزوزوم هو معدة الخلية. Some types of cells، في بعض أنواع الخلايا في الجسم بسموها phagocytes، يعني الخلايا البالعة. شو يعني خلايا بالعة؟ يعني عندك بكتيريا ماشية بالجسم، بتيجي خلية اسمها فاجوسايت، يعني خلية بالعة بتبلع البكتيريا. لما بتبلع البكتيريا أو بتبلع الطعام مثلا، شو بتعمل؟ شو بتعمل لما بتبلع الخلية البكتيريا أو بتبلع الطعام؟ بتودي على اللايزوزوم. شو اللايزوزوم بيعمل؟ هضم، بهضم الطعام أو بدمر البكتيريا. بهضم الطعام أو بدمر البكتيريا. إذن لما بيجي اللايزوزوم، لما بيجي هذا الفاكيول، طلع هنا على الرسم أسهل، هذا طعام، أجت الخلية بلعته طعام، حويصلة طعام، فود فاكيول. طوالي بيجي اللايزوزوم بيتحد مع الحويصلة. ليه؟ عشان الأنزيمات تبعت اللايزوزوم يهضمن البروتين أو الطعام اللي تم بلعه. شو عملن؟ عملن عملية دايجستشن، سواء كان هذا طعام أو ممكن بكتيريا بدنا نكسرها. شو كمان بيعملن اللايزوزوم؟ بيعملن إشي بسموه أوتوفاجي، مش فاجوسايتوسيس، هاي فاجوسايتوسيس اللي خدناها، بلع طعام أو بكتيريا مثلا. في شيء اسمه أوتوفاجي. شو يعني أوتوفاجي؟ يعني كلك في مثلا ميتوكوندريا بالخلية خربت، واحد منها الميتوكوندريا اللي بالخلية خربت، طب شو بدي أعمل فيها؟ كلك كسرها. طب كيف بدي أكسرها؟ بتيجي بتتحد هاي البكتيريا مع اللايزوزوم، فبيجي اللايزوزوم بيدمر لك إياها، بكسر البكتيريا لمواد صغيرة جدا، مثلا فاتي أسيد، أمينو أسيد، شغلات بسيطة، وبنستخدمها في بناء أشياء ثانية. هاي العملية أوتوفاجي بسموها. شو بسموها؟ أوتوفاجي. إذن اللايزوزوم بيبلع الأشياء، هاي اسمها فاجوسايتوسيس، زي الطعام. اللايزوزوم فيوز وذ ذا فود فاكيولز، بتداخل او بدخل او يندمج مع حويصلة الطعام ويهضمها، دايجست ذا مولكيولز. شو كمان بيعمل اللايزوزوم؟ بيعمل ريسايكل للمكونات تبعته، وهي اسمها اوتوفاجي. ريسايكل، عندك زي ما حكيت هلا، عندك ميتوكوندريا خربانه، باجي انا باللايزوزوم اللي عندي بكسر هاي الميتوكوندريا وبتخلص منها، يعني عملت ريسايكل، عملت عملية إعادة تدوير. إذن هذا وظيفة اللايزوزوم. فاكيولز، الحويصلات، شو وظيفتهم؟ دايفيرس مينتيننس كومبارتمنتس، يعني لهم وظائف متنوعة. الفاكيولز مش حويصلات، قلت انا حويصلات، لا لازم نقول فجوات. الفاكيولز دايفيرس مينتيننج او مينتيننس كومبارتمنت، يعني عباره عن وحدات لحفظ الاشياء،
المختلفة، هيك ممكن الترجمة تكون صح. فاكيوز إذن هم عبارة عن فجوات. إذا سألك ما هي ما هم الفاكيوز، بتقول له الفاكيوز عبارة عن diverse maintenance compartments، يعني وحدات لحفظ الأشياء المختلفة. طب ما هن هذول الفجوات؟ الفجوات عبارة عن large vesicles، يعني عبارة عن حويصلات كبيرة. منين بيجين؟ بيجين من الاي ار وجولجي. شو بيشتغلن؟ بقول لك بيشتغلن variety of functions in different kinds of cells، يعني عبارة عن فجوات داخل الخلايا. خلينا نشوفهن. طلع هاي اسمها مثلا فاكيول، طلع فجوة داخل الخلية النباتية كبيرة بسموها سنترال فاكيول، ملاني مية. فجوة عبارة عن هيك ممبرين كبير بس ملان مية، سنترال فاكيول هذا اسمه، هذا هو الفاكيول. إذا الفاكيول عبارة عن إشي هيك زي غرفة، زي غرفة خزين حاطينها بالدار إحنا، غرفة خزين إلها ممبرين. هذول الفاكيولز، هذول الفجوات داخل الخلية لهم أنواع. فمثلا عندنا فود فاكيولز، فود فاكيولز. شو الفود فاكيولز؟ هو الطعام لما بلعناه داخل الخلية صار اسمه فجوة تحوي على طعام، زي اللي شفناه هلا قبل شوي. أرجع عليها، هاي فود فاكيول، شايفين؟ فود فاكيول هيها فود فاكيول. اذا فود فاكيول هاي اول فجوه، فود فاكيول. كيف تنتج الفود فاكيولز؟ نتيجه عمليه البلع، فاجوسايتوسيس. طيب الفاكيول الثاني ايش بنسميه؟ كونتراكتايل فاكيول. كونتراكتايل فاكيول شو يعني؟ يعني زي فجوات مضخات، عبارة عن مضخة. شو هاي الفاكيول؟ بقول لك هاي الفاكيول بتكون موجودة في بعض الأوليات التي تعيش في المياه العذبة. أوليات، كائنات حية صغيرة تعيش في المياه العذبة. طيب شو يعني؟ يعني بحكي لك هذه الكائن الحي بتظل المية تفوت في جوا داخل الكائن الحي. هلا إذا المية ظلت جوا بتأثر على اتزان الأملاح وتراكيزها. فشو بعمل هذا الكائن الحي؟ عنده مضخة، فاكيول، مضخة على شكل مضخة. شو بعمل؟ كل ما فاتت المية جوا بضخها برا، برد يطلعها، بترد تفوت برد يطلعها، بترد تفوت برد يطلعها. فهذا الفاكيول بسموه كونتراكتايل فاكيول. النوع الثالث من الفاكيول اللي هو هلا شفنا سنترال فاكيول، اللي موجود في النباتات. شو وظيفته؟ بقول لك يحوي على الماء وبعض المركبات العضوية، يعني غذاء للنبتة. ماء ومركبات عضوية، organic compounds and water. هاي عندنا أنواع الفاكيولز. endomembrane system، شو الendomembrane system؟ هلا حكينا، قلنا هو عبارة عن الممبرين اللي موجود داخل الخلية. شو ماله؟ كلك بدنا نعملنا هيك ريفيو عنه، يعني زي نظرة عليه. بقول لك الاندوميمبرين يعني الممبرين اللي موجود داخل الخلية معقد، كبير ومعقد، كومبلكس اند داينامكس بلاير، ومتحرك، يعني مش اشي جامد، لا اشي متحرك، دايناميك يعني حي تحرك، وهو المسؤول انه يعمل الكومبارتمنتس وينظمهم. كومبارتمنتس يعني الغرف داخل الخلية، الأورجانيلز داخل الخلية، أنه كل أورجانيل له ميمبرين، كله هذا ميمبرين
داخل الخلية. طلع، هذا ميمبرين، هذا ميمبرين، هذا ميمبرين، نواة، انفلوب، هذا سيل ميمبرين. تصنع مركب مثلا بروتين في الرايبوزومات اللي على الاي ار، بتحطه داخل ترانسبورت فيزيكل، تودي على جولجي من مكان الاستقبال، جولجي بتعمل له موديفيكيشن، بتظبطه، تحط عليه العنوان، بترتبه، بتطلع على شكل ترانسبورت فيزيكل. تيجي الترانسبورت فيزيكل على الممبرين البلازما الخارجي، تتحد معاه، بعدين بيطلع البروتين وبنتقل وبنطلق داخل الدم. هذا كلياته اسمه كيف الممبرين يحافظ على أعمال كثيرة داخل الخلية وينظم كثير من الوظائف داخل الخلية. ميتوكوندريا اند كلوروبلاست. ميتوكوندريا زي ما بتعرفوا قلنا قبل شوي انه كل جزء من الخلية له وظيفة. الميتوكوندريا لما بتقول طوالي بتتذكر هي بيت الطاقة. اند كلوروبلاست. والطاقة قلنا في بداية الشابتر السابق لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل إلى آخر. إذن وظيفة الميتوكوندريا إنها change energy from one form to another، تحول الطاقة من شكل إلى آخر. الميتوكوندريا والكلوروبلاست إذن change energy from one form to another، نفس الإشي الكلوروبلاست بأخذ الطاقة من الشمس بحط لك إياها على شكل مثلا النشا اللي بتعمل لك إياها حبة البطاطا. إذا حولت الطاقة من شكل إلى آخر. الميتوكوندريا زي ما بنعرف هي مكان التنفس الخلوي، وهي المكان الأكبر الذي ينتج الطاقة على شكل ATP، ويتم ذلك باستخدام الأكسجين، تنفس خلوي، وهذا بدنا ندرسه لاحقا، اللي هي سلسلة نقل الإلكترونات والتنفس الخلوي. إذا ما هي الميتوكوندريا؟ هي الموقع المسؤول عن إنتاج الطاقة على شكل generates energy على شكل ATP، تنتج طاقة على شكل ATP. الميتوكوندريا بروسس بنسميها cellular respiration، تنفس خلوي، وتحتاج العملية إلى أكسجين. أما الكلوروبلاست فهو موجود في النباتات وموجود في الطحالب، وهو مكان الفوتوسينثيسيس، عملية التمثيل الضوئي التي تقوم فيها النباتات. في كمان إشي اسمه بيروكسوزوم. بيروكسوزوم شو هذا؟ هذا عبارة عن أورجانيل مسؤول عن الأكسدة. يعني هناك بعض عمليات الأكسدة تحدث داخل الخلية، فإذا سألنا أين تحدث هذه العمليات الأكسديتيف البروسيسز في الخلية، من كله داخل البروكسوزوم. إذن الميتوكوندريا هي عبارة عن بيت الطاقة داخل الخلية، chemical energy conversion. الميتوكوندريا موجود في جميع اليوكاريوتيك سيلز، جميع الخلايا المعقدة أو اليوكاريوتيك سيلز الناضجة تحوي على ميتوكوندريا. الميتوكوندريا لو نتطلع على الاستراكشر تبعها بنلاحظ انها لها اوتر ميمبرين، غشاء خارجي، ولها غشاء داخلي ملفلف. هاي اللفلفات الطعجات بنسميها كريستي. داخل هون الميتوكوندريا هاي المنطقة بنسميها ماتريكس. الحيز اللي ما بين الغلاف الداخلي والخارجي، هذا الحيز اللي هين بنسميه
انتر ممبرين سبيس. إذن أوتر ممبرين، إنر ممبرين، رايبوسومات موجودة، فري رايبوسومات داخل الماتريكس، الحشوة الجوانية المادة اللي جوا ماتريكس، تمام. الطاجات هاي اسمها كريستي، وما بين التو ممبرينز بنسميه انتر ممبرين سبيس. هاي هي مكونات الميتوكوندريا. مين اكبر، الانر ولا الاوتر؟ الانر اكبر. ليش؟ لانه ملفلف. هلا في بعض العمليات الحيويه تحدث داخل الماتريكس، بعض العمليات تحدث داخل الماتريكس. المكان الذي يتم فيه انتاج الطاقه داخل الخليه بيكون في الانر ميمبرين سبيس، بالانر ميمبرين. ولذلك الانر ميمبرين كثير طويل. ليش؟ اذا حدا سالك طب شو الحكمه انه الغشاء الداخلي طويل جدا، بتقول له لانه تحدث عليه عمليات انتاج الطاقه على شكل ATP، لانه يحوي على الانزيمات، لانه عنده لارج سيرفيس اريا للي علشان الانزيمات التي تقوم بتصنيع الATP. اذا هاي صوره تكبيريه للميتوكوندريا، وهذا طبعا عبارة عن المادة الوراثية اللي موجودة داخل الميتوكوندريا، لأنه سبق وحكينا إنه الميتوكوندريا تحوي على جزء من الدي ان اي. يعطيكم العافية.